Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz. مانك هو فيلم جديد طرحته نتفليكس بآخر 2020، وبطبيعة الحال لما كانت نتفليكس بال 2020 عم تطرح أفلام وثائقيات مسلسلات بنهاية السنة ما أخذ حقه، كمان بالأوسكارز مع أنه بأول فترة كان متصدر الترشيحات كمان ما أخذ حقه، مع أنه ديفيد فينشر عمل أفضل ما عنده لحتى يقدم لنا صورة جميلة وواضحة. الإخراج ما قدرنا نحصل عليه بأوسكارز، ولكن قدر الفيلم أنه يحصل على جائزة أفضل تصوير سينمائي، وهي جائزة بيستحقها، بالأخص أنه فكرة التصوير هالسرعة اللي كنا عم نشوفها، مع أنه بمحلات شتتت المشاهد، وهالصورة السوداء والبيضاء اللي قدرت أنه تردنا لحقبة الستينات، حقبة ولادة العصر الذهبي للسينما، كانت جيدة وكانت شوي جديدة، مع أنه نتفليكس من فترة كمان طرحت هيدا النوع وبلش يصير رائج كتير، حتى بلش يفوت بالسينما ويطلع من إطار المشاريع الصغيرة ومشاريع الشراكة العملاقة مثل نتفليكس وإلى آخره. الفيلم جديد، فكرته جديدة، وبالأخص أنه نحن عم يحكينا عن حقبة كتير كانت مهمة بتاريخ صناعة السينما بهوليوود، وبفوتنا على كواليس هالصناعة هيدي، بالأخص أنه نحن ولا مرة قدرنا نفوت على كواليس هوليوود، وما بيسعى أبداً أنه يصور لنا إياها بطريقة كتير مثالية، أو أنه يبيض صفحة هوليوود، بالعكس بيصورها بمحلات تكون كتير مظلمة، وبمحلات بنشوف قديش هيدي الصناعة أخذت من مجهود المخرجين والكتاب والممثلين، وبذات الوقت ما عطتهم حقهم ولا عطتهم يلي بالفعل كانوا بيستاهلوا من وقتها لليوم.